إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء وتتواصل الانطلاقات وشوطا ينتهي وشوطا يبدأ بما هو جديد في انطلاقات هذا الصباح الجميل مع سن الإذاع التي تنطلق وتسير في هذه الأشواط المتواصلة من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة وعلى قناة أبو ظبي الرياضية دي. هنا مع المخرج المميز أسامة الحواري له جزيل الشكر على هذا الإخراج المميز والجميل. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء وينطلق شوطنا من الأشواط وننطلق معا لمتابعة مجريات هذه الأمور والمتقدمون على رأس حربة هذا الشوط. هناك المركز الأول والصدارة مع مياس عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي بالمركز الأول وبالصدارة، بينما المركز الثاني اكسبو سلطان بن سيف بن محمد المنصوري يتواصل في هذا الأداء على المركز الثاني، ولكن المركز الثالث يتواصل ويتقدم على هذا المسار الجميل زعفران محمد بن علي بن سالم المنصوري، والمركز الرابع في القدوم في هذه اللحظات على المركز الرابع والتقدم من مزيون محمد بن راشد بن غالب المنصوري. يقدم لنا مزيون في هذا المسار، ولكن الوصول ايضا على خامس المراكز في هذا الاداء مع رعد خالد بن جمال بن سيف بن محمد الحريز الواصل على المركز الخامس في هذا الاداء، والمركز السادس رعد راشد بن شاهين بن خلفان المنصوري يتقدم ابن الصقار في هذا المسار ويقدم لنا رعد في هذا التحدي المثير، ولكن القدوم على سادس المراكز في هذه اللحظات بن شاهين محمد بن حمد بن إصبع العامري الواصل في هذا الأداء والمتقدم في هذا المسار في هذه اللحظات الجميلة، والتقدم أيضا من الأسماء الواصلة في هذا المسار ليتقدم. هناك هملول مطار بن حمد بالشرقي، هناك بن شنوح العامري على ثامن المراكز، بينما المركز التاسع وصل وتحرك في هذه اللحظات الجميلة والرائعة والمتقدم في هذا المسار لياتي هناك مع الفرقة الثانية التي وصلت في هذا الأداء، وشاهين راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري الواصل في هذا الأداء على المركز التاسع والمركز العاشر، يوصل في هذه اللحظات عنتر علي بن سالي بن علي بن محمد المنصوري على المركز العاشر في هذه اللحظات. اختتمنا النداء الأول للمراكز العشرة المتقدمة، ولكن لابد من العودة إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط والمتقدم في هذا المسار ورأس حربة هذا الشوط ومن يتراقص على بساط المركز الأول ويأتي بصدارة هذا الشوط. مياس عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي هو بالمركز الأول وهو بالصدارة يتقدم ويقدم لنا هذه العروض الجميلة والمميزة على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هناك رعد راشد بن شاهين بن خلفان المنصوري يأتي بمركز الوصافة في هذا الأداء الجميل، والمركز الثالث هنا شاهين محمد بن حمد بن يطبع العامري وصل في هذه اللحظات إلى المركز الثالث، بينما المركز الرابع فهو مزيون محمد بن راشد بن غالب المنصوري وصل على المركز الرابع في هذه اللحظات الجميلة، بينما المركز الخامس فتحرك هملول مطر بن حمد الشرقي العامري الواصل في هذه اللحظات والمتقدم على المركز الخامس وحاملا رقم خمسة في هذا المسار، ولكن سادس المراكز رعد خالد بن جمال بن سيف بن محمد الحريز وصل على سادس المراكز، والمركز السابع هنا الوصول على سابع المراكز من شاهين راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري أحد عمالقة التغلئة
التضمير يأتي في هذه اللحظات الجميلة ويقدم لنا هنا كشاهين المتقدم في هذا المسار والمتقدم على سابع المراكز، بينما المركز الثامن مسكة مصبح بن سيف بن كاسب المسافري واصل المسافري في هذا اللحظات، والمسافر من المراكز المتأخرة إلى المراكز المتقدمة على تاسع المراكز في هذه اللحظات. وعنتر يأتي بالمركز العاشر علي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري. إذن العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى صدارة هذا الشوط، والمركز الأول والصدارة والمقدمة هناك في صدارة هذا الشوط. ما زال هذا الاسم، ما زال مياس على الصدارة وعلى المركز الأول هنا في مقدمة هذا الشوط. في صدارة هذا الشوط مياس، يتواصل عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي، ومياس سلالة تقنوا فيها الشعراء، ويقدم لنا مياس عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي ومياس وسلالة مياس. هناك تتواصل في عالم سباقات الهجن، ليأتي مياس آخر في هذا الأداء الجميل، وثانيا يأتي شاهين محمد بن حمد بن يطبع العامري المتواجد على المركز الثاني في هذه اللحظات الجميلة، بينما المركز الثالث مزيون محمد بن راشد بن غالب المنصوري يصل ثالثا ويتقدم على رابع المراكز. هناك الاسم الواصل من الجانب الآخر هو رعد راشد بن شاهين بن خلفان المنصوري، هناك الواصل على المركز الرابع في هذه اللحظات الجميلة، وخامسا يصل بن مقارح في هذا الأتى ويقدم لنا هذا الاسم. هناك شاهين راشد بن مخيت بن علي بن مقارح المري يصل في هذه اللحظات على المركز الخامس وعلى المدرج نمبر 5 في هذا الأداء الجميل، بينما المركز السادس تحرك، هناك أملول مطر بن حمد الشرقي العامري يصل هناك على المركز السادس، ولكن العودة إلى الانطلاق الجميل وإلى الأداء المبهر. ورعد هو من سيطر وأرعد الميدان هنا بالمركز الأول وبصدارة هذا الشوط. راشد بن شاهين بن خلفان المزروعي يتقدم السمي في هذا الأداء الجميل، ويقدم لنا رعد في هذا التحدي الجميل. ولكن مياس عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي يتواصل بالمركز الثاني مع اللحظات الأخيرة واللحظات الحرجة، ولكن المركز الثالث هناك مزيون محمد بن راشد بن غالب المنصوري. الله 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 الله، شاهين وصل محمد بن حمد بن يطبع العامري وتحرك بن مقارع مع هذا الاسم ومع شاهين، ولكن العودة إلى رعد بالمركز الأول وبالصدارة وبمقدمة هذا الشوط. راشد بن شاهين بن خلفان المنصوري المسيطر حتى هذه اللحظة والمتقدم في هذا المسار الجميل. اللحظات الأخيرة، رعد روح بالناموس، روح بالتهاني والنواميس. راشد بن شاهين بن خلفان المنصوري تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني وصل فيه مياس عمير بن سهيل بن قنزول العامري. هناك مياس عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي، والمركز الثالث وصل فيه شاهين راشد بن مخيت بن علي بن مقارح، والمركز الرابع وصل فيه هناك شاهين محمد بن حمد بن يطبع العامري، والمركز الخامس مزيون محمد بن راشد بن غالب المنصوري. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تحدي مثير، اداء جميل، ولكن المركز الاول هناك مع رعد راشد بن شاهين بن خلفان المنصوري أو المزروعي، من سيطر بالمركز الأول رعد راشد بن شاهين بن خلفان المزروعي بتوقيت وقدرة 9:36 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني وصل فيه هناك مياس عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي الواصل بالمركز الثاني 9:37 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث شاهين راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري، ليأتي بتوقيت وقدرة 9:38 في الوفاء والتمام والكمال.